الدنيا نازل ورحال فيها دوام الحال هذا محال يا كذا الدنيا نازل ورحال فيها دوام الحال هذا محال حتى ولو في يوم هي ضحكت لك حتى ولو في يوم هي ضحكت لك لابد تتغير تتغير في يوم الأحوال فاطمة أبي أتكلم معك. Excuse me أنا هطلع take your time. قاعدي كلارا. اللي بيتكلم يتكلم وأنت هني واللي ما يبي يتكلم يروح داره. بابا يا فاطمة تزعلين علي؟ عمرك ما زعلتي. عمرك ما زعلتي ولا هجرتيني ولا هديتي فراشك ونمتي. برا المدام قلبها كبير وما بتزعلش من حد انت يخلي قلبك كبير وطلعي برا وخلينا بروحنا نتفاهم بردون بس دي غرفتي ومش هطلع منها اللي عايز يتكلم يتكلم ويروح على غرفته من حقك من حقك مدام قالت فطامي من حقك من حقك فاطمة الحين انت ايش عليك تزعلين الله يهديك هل اني سألتك من تكلمين يبا أنا ملقوف
وانا زعلانه على اني ما قلت لك سلامات، يبقى 2000 سلامات 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 سلامات. فعليك بس اللي ما يصير، ما مره صار منك هذا تهجرين وتطلعين. صدقيني يا فاطمه، من طلعتها من الدار انا كل على القنف قاعد وطالع الباب اقول الحين تدش الحين، لكن ماكو فايده. يعني صدقي ما طبق جفن على جفن. عفوا استاذي، بس شخيرك وصل لغرفتي. وانت شك وانت سير البحر الخير وطلعي برا. ايش قلت يا ابوي؟ في شنو؟ يعني ما يصير انت فاهمني، هذا كان معدل ولا خلاص عاد فطعمي طاح لها طاف. فطعمي؟ فطعمي طاح الخط. اي 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 زين يعني مالي خاطر عندك قبل كل هالسنين، مالي خاطر عندك. وايد عصبية وايد عصبية. قلبها طيب. كلهم كلهم ارجعهم كلهم من عيوني هذه وهذه بعد بقى تحت الفراش كله. عليك الغالية، أنت رأس المال تزعلين مني؟ أفا أفا تزعلين من كلمتين؟ سامحيني وتهجريني. غير غير هالكلمتين الله يخليك، مليت منهم. الله يسامحك يا الغالية، الله يسامحك يا العزيزة. صدقيني هالكلمتين طالعك من قلبي. حمد اسمع بقول لك شيء، أنا ما بغيت الحوار هذا ترى يطول قدام كلارا لأنها عيب غريبة والمفروض ما تعرف بخلافاتنا الشخصية، بس علشان كذي. أنت اللي قلتي لي. اسمعني حمد الله يخليك للآخر، خليني أخلص كلامي. اللي قلته أنت كان لازم تقوله لأنك أنت غلطت علي قدام الجميع والكل سمع سوء الظن، والحين أنا جاية هني علشان أنا أقول الكلام هذا بيني وبينك كالعادة ومن غير شهود. فاطمة ما كلامك يخوف. تعرف وايد يخوف، يعني انت سامع عني شيء؟ وليش؟ انت مسوي شيء خايف انه يوصل لي؟ لا لا بس يعني الظن هذا ظن مو زين. وظنك فيني زين؟ خلاص خلاص عفوا عليك، بس انت رعية القلب طيب. خلاص يلا اطلب منك السماحة. حمد ترى انا اعرفك اكثر مما انت تعرفني. أعرفك زين، الكلام اللي طلع منك من شوي وإحنا عندك لارا ترى ما كان من قلبك، اللي من قلبك الكلام اللي قلته من كم ساعة. استغفر الله. عبد الله، من رايح العيادة؟ مو شغلك. شنو اللي مو شغلي؟ يعني عاجبك قعدتك كذي؟ ام بعد مو شغلك. قوم عبد الله كلمني عدل لو سمحت، ترى لا عاد شبدي من البيت، لا عاد شبدي منك ومن ولدك، واحد من شكحلي تحت بالصاله والثاني من شكحلي بغرفه النوم، قوموا بنظف البيت بعد لا ما صارت. ترى انت ذبحتينا. ايش فيك؟ ايش فيك؟ في واحده تحكي ريلها كذي؟ شنو طقت شبدك مني؟ ريلك انا ريلك. ها احنا تقصيت شعرك وسويت كل شيء على راحتك، باقي بس لسانك، متى تقصينه؟ انا تقول تقصين لسانك؟ عيب عليك تكلمني بهالطريقه، انت تعرف اهلي شلون رباني وتعرف بيتنا عدل. اي اي بيتكم بيت بروناي. والله اذا عاجبك بيت بروناي كان خطبت بنتهم. ولا ترى مو وقته تستظرفي دمك منه. صباح الله خير. قم 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 قوم، انا ما قاعد استظرف معاك، انا اعرف استظرف ويا منه، ما استظرف ويا ناس ما عندهم حس الاستظراف. قوم قوم. وبع
وبعدين 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 قوم فارج اخذ ولدك واطلع روح عيادتك فكني منكم خلفتك شويه ارتاح منكم ما صارت هالعيش هذه واذا ولدك بيقعد لي بهالبيت انا اللي بطلع منه يا يبانا بمشاكل روح ومتضايق اللي بالقلب القلب يا يبا اذا انت ولدك هذا ما قدرت عليه تبين احنا نقدر عليه كفايه عندنا هالنوره هذه هالشنقص اللي مطلع لنا قرون يبا ايش هالحكي الله يهداك يبا نوره بنت جيرانكم طارق ولدكم ها ايش هالحكي يبا بعدين انا قايل لك الوطن مؤقت لين اخلص على المشاكل اللي مع حمار بعدين هو ايش عنده ايش عنده طارق ما عنده بس التلفزيون وعنده شويه الالعاب بس لا حد يدوس له على طرف بس مذيني مذيني مطفرني طفرني زين هو لين متى بيتم كذي يعني لا دراسه ولا مدرسه يبا يبا انا مو جايك الحين عشان اتفاهم بخصوص دراسته هذا موضوع ثاني ارجوك انا الحين عندي مشاكل ويا زوجتي يعلم فيها رب العالمين على قولتهم الحق الكذاب لباب بيته بشوف تاليتها وياها زين انا شوف يا يبا انا ريال راعي قرار و اي يبا هذا اللي ابيه منك قرب يبا تكفى أنا بشاور أمك. أنت يعني طول عمرك تبي تشاورها؟ إيه الحين خذت مشوارك لمن يابت نورة؟ إيه يبا إحنا بينا مشاكل وزين اللي رضت ما أبي أضايقها لازم أشاورها الحين. هانت يا يمه حديد سهل كلها كم شهر وتطلع يا حبيبي. إن شاء الله. إيش فيك يمه؟ جنك مستانس؟ ما الحين ما طلعت عشان استانس ما يخالف يا حبيبي تحمل يدتك ترى مو مقصره وان شاء الله بعدهم ما يقصرون معانا زين ما يعني انت لو كنتي مكان مازن كنت راح تسامحيني الله لا يحطني بهالمكان انا ما اتمنى حق اي ام قلبها يحترق على موت ظناها ظن غالي يا يمه غالي يا حبيبي ما حد معصوم على الخطأ بس المهم ان احنا نتعلم يا يمه يمه انا صورتي احنا ببالي يمه ما اقدر انسى بشر الله اخذ امانته وردك لي يعني المفروض انك انت ترحم له تصدق له هي ما وتكون الشغلة هذه عبرة في مخك حبيبي لازم نوعها على كل شيء نفتح مخنا شوية يمه لا تهور وقت عتاب صار يمه أبيك تتعلم من داخلك حبيبي تعبك قلبي مو محترق حياتي والله عمتي ما ادري ايش اقولك اطلع بالخش ورد بالخش وهذه منيره على كل طلعه تسوي لي سالفه ومنيره من متى كانت وصيه عليك لا عمتي حرام هي تقطي علي حتى وعلي يعني تتم على العصابه لين ارد ليش انت وين تروحين تردين والله ماكو مكان محدد يعني مره الكوفي شوب مره المول واليوم عندي طلعه وايد مهمه قاعده حاتيها انت مو ناويه تشتغلين لا ابي اكمل دراستي حتى تخيلي عمتي ابوي اصلا رافض اني اشتغل وهالشي ما أفكر فيه الحين والله بوش هذا الناس منغرة فيه دكتور وحالته حالة عبالهم عقله متفتح وهو عقله الكبر اللي عمتي انت ايش اخبارك مثل ما انت شايفة قهوة ونسكافيه وما في زباين لا وفوق هذا كله ادفع رواتب موظفين وما في عايد عمتي انا اقصد اخبارك العاطفية يعني ماكو مشروع زواج او خطبة مثلا وليش هالسؤال لا يعني مجرد سؤال يعني انا قاعد ادور مناسبه علشان اطلع من البيت لا ماكو شيء جديد ملل في ملل زين والمشروع القديم ايش صار عليه تفركش تفركش واحسن انه تفركش انا مو مستعده اضحي في حريتي واتزوج زواج بالسر وانا مو ناقصني شيء عمتي انت كنتي تحبينه انا احب نفسي وكرامتي فوق كل شيء إن شاء الله حادني أتزوج واحد يحب نفسه أكثر مني إيه والله وانتي صادقة خي ولا زين أبوي يقول إن أنتي ممكن تتوسطين لي والحين الحياة ما شاء الله كلها واسطات وأنا ما عندي واسطة
اي شيء اي شيء حتى لو شغلينه عندك هني شاو شغلني هني يبا. ترى بنتي نفس وايد زين في الطباخ. من مرضى اللي طبخ ايش فيك؟ ايه ايش فيكم؟ المفروض هذا النقاش مو يدور فيه ما بينكم بالبيت. بعدين ست ليلى ايش في الطباخ؟ انا كنت راعيه اكبر شركه مقاولات في البلد والان انا صاحبه مطعم. هل تعتقدين ان المهنه تقلل من قيمه الانسان؟ طال عمرك انا مو هلا 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 صباحكم الله بالخير. صباحك الله بالخير. اهلا وسهلا. هلا ام عبد الله. نعم بغيتك بكلمه راس. تفضل. وانت عقب ما اعطيت الموافقه جاي تبشرني؟ لا لا هو ما اعطاني فرصه لا اوافق ولا ارفض. بعدين بغيت الصج وهو ابدا من بنت اليرام. انت ما تمل من هالنغمه، ليش انا حاطه عرض علشان اجيب بنت اليرام تقعد عندي؟ الله يا ام عبد الله لا تدرين ياسمين ايش كثر فرحانه، فرحانه وايد. لا والله وانت متعني علشان توصل لي هالخبر؟ لا لا حج وقضيه انحاده، قلت انا ما شفت مطعمك يعني. وانا ما شفت مطعمك. بعدين اتفرغ له، بشوف شو اللي يصير وياك بالاول. يلا على راحتك. لا لا ام عبد الله بس بغيت اقول لك يعني بشار سالفتها طولت ترى، شوفك انت مهتمه. ان شاء الله قربت تخلص، بس يقضي الفتره القانونيه ان شاء الله بيطلع. يعني دفعتي لدية؟ قلت لك ان شاء الله الموضوع خالص عن اذنك. الله يبارك فيك كثر خيرك يا يبا، هذا الخبر اللي فرح القلب. تفضل استريح سريع. هذا ابوك الريح ترى انا ما سويت شيء بصراحه يا يبا. انت يا يبا ما قصرت كثر خيرك يا يبا، بس انت متاكد انهم تنازلوا؟ 100% تنازلوا، باقي بس حق الدوله. الله والدوله مين مقصره؟ الحمد لله الحمد لله، انا وايد مستانس. وامه تدري عندها خبر؟ انت يا عبد الله اول واحد اقول له. بس هي اكيد تدري. تدري شو تدري؟ تكلم المحامي. تكلم المحامي هي لان بيته مشاهد بيتنا. الله ايه وعادي ها عادي يتكلم شو هالحكي يبا؟ شو تكلم المحامي يبا؟ بتطمن على ولادها يا يبا؟ انت لا تسوي فيها سين وجيم الله يهديك. عفو عليك بس لا تخرب فرحتنا. شو لا خرب فرحتكم يبا؟ ايش فيك الله يهداك؟ يعني قاعده عندك ومفروض تحشم نفسها يا ابويك هي يا يبا؟ شنو تبي تحاشم محامي تدق عليه قدامكم وتروح قدام خلق الله تسولف وياه بالشارع وقاعدين احنا يبا؟ يا خرب فرحتكم. شنو ما خرب فرحتكم يا واحده قاعده تحشم واحد شرحت شرح وقاعدين بعد اروح انا وين تروح؟ قاعد يبا توك يا يلا هداك. بس ما يصير تحاشي. يا ربي يا ربي ايش هالازعاج؟ لمتى هذا بتم هني؟ ويش دعوه يا مي؟ تو واصل؟ واصل من وين؟ من استراليا ولا من فرنسا؟ يما يلا تعال بنتغدى. لا والله صدقت عاد الحين بسمعك بهالازعاج. منو فكرتها الغبيه مصدر الازعاج؟ ابوه عشان يقنعه شراها له وابوه يرتاح واحنا نتاذى. يلا يهداك شهو يلعب بالنهار وانت تروحين الدوام، يعني ليش تحنين؟ أنا مو كل يوم أروح الدوام، وبعدين هو مفروض مكانه مع أبوه، ولا تنسين إن هذا بيتنا. لا لا مشكورة إذ ذكرتيني، زين تسوين؟ أتقعدين تقلبين هالي تراجيديا؟ أنا أتكلم صدق، أنا ما أحب الإزعاج. يعني الحين ياهال مصدر إزعاج الله يحفظهم؟ ما أدري يعني على أساس قايلة معلومة جديدة بتينني، أنت ناسية إن أنا أم؟ لا شكلك صدق ناسية إنك أم. يما يلا لا تعال. والله. أنا مو ناسية يا حبيبتي، أنا ناطرة الوقت المناسب عشان أتفرغ لهم. مي الأمومة مو هواية عشان تمارسينها في وقت الفراغ. الله الله على هالدرار، ما أدري على أساس مربية أجيار ترفع الراس. خليني ساكتة لا أتكلم. يما يبوي لجنة لجنة تعال لا توقف يلا يبوي. هذا واحد لو كم واحد كان سويته؟ عندنا وايد عندنا يلا وي. باختصار حبيت اقول لك ان انا موافقه بس بشرط نعلن زواجنا. ابي اكمل دراستي بس. حاضر ما عندي مانع.
انت متاكد؟ طبعا انا ادري انك تحبين الدراسه وعندي خبر بعد انك من الاوائل. على فكره هالمره احس ان اختياري 100%، وهالشيء هذا بعد علمك بيريح ابو العيال، واكيد مع الوقت بتقبل الموضوع. تدرين ليش؟ لاني بستقر وراح اكرر التجربه مره ثانيه. تعجبيني، تعجبني البنت الواثقه من نفسها. خلاص انا بشوف الوالد نحدد موعد البلجه. ايه بس انا خايفه ان ابوي ما يرضى، ما يوافق عليك. اف انا المفروض اركب عازل صوت من هالبقي هذا. بعد قلبي يا خالتي مشكوره، ما قصرتي على العمر طويل ان شاء الله. تصدقين انا وبشار طول الوقت ندعي لك. او قال لك انه يدعي لي؟ لا بس بين الصدق الكذب خيبه، يعني انا ادعي لك بس انا حسيت انه هو يدعي لك. ما شاء الله عليك اللي صار راكز. ايه والثمن روح من الارواح راحت. خالتي بعد خلاص قبضوا الثمن وكل ساعه تذكرينا. ياسمينو ذي الفيع انويه دام النفس عليك طيبه. خالتي دخل خلت عظامك ان شاء الله. انت شو تقولين؟ الام قبضت الثمن؟ من صدقك هالكلام؟ روحي اخذي راجو خلي يوديك، روحي شوفي حال امه شلون صاير. امه تعبانه تصحى وتغفي على اسم ولدها، روحها راحت اندفنت مع الولد، خلاص ما لها حياه الام بعد. قبضوا الثمن. تكفين تكفين خالتي خلاص، انا اسفه والله ما اقصد. انا ما ابيك تاسفين، ابيك تحسين بس. ترى ما قبضوا ولا دينار، الام ما اخذت دينار واحد، الظرف تم مكانه. وخالته ردت علي تقول انا ما ابي ولدك ينسجن، ما ابي قلب امه يحترق مثل ما احترق قلب الام. صبر صبر قلبها ان شاء الله يبرد على قلبها. يا رب يا حبيبي يا رب. والله انا ما اقصد خالتي، صدقيني ما اقصد انا، بس انا يعني مثل احاتي بعد هم طارق ولدي، مثل ما وقفتي مع اخوه ودي هم تشوفي لي حل حقه. ياسمين ياسمين انتهت المحاضرة. اروح. تفضلي. والله بالثمن الأرواح ما لها قيمة عندكم. جايبة أنا ما قمت أأمن على عيالي معاه ولا على هالسلطة اللي جايبينها معاهم. جايبة العيال انحبسوا في غرفهم مثل قبل. لا الله يهديك عاد لا تبالغ يا خالد، الولد هذا لا خبرك عتيد. تصدق من يادنا هني ما دش داخل البيت، كله برا يعيث فسادا في حديقتي. متولع الحين بالسيكل وبعدين بيتفرغ حق عيالي. طروق سليط لا يطاق. لا لا شو الحكي هذا، لا يطاق شنو؟ يا ام هو حفيدي مثل ما عيالك احفادي. يا يبا ابوي يتكفل به، احنا ايش لنخص؟ شو الحكي اللي تقوله يا خالد؟ تقول كلام رده منه وفيه؟ يا احنا متكفلين بعيالكم كلكم. عيالك عيالك انا متكفل فيهم، مع العلم انت موجود وامهم موجوده. يبا من فضلك لا تقارن، انا وامهم بنسافر بعد كم يوم وبناخذهم لردينا. الحين انت بالله تقول لي انت عبد الله قال لك متى بياخذ طارق ولا قال لك المهله مفتوحه؟ انت شلون تقارن بين طارق وتركي وعمر؟ اقول مكوني فيه. لا لا اول حطي هذه نيوه. انا بأفهم من اللي وداه المحكمه؟ منو وداه حق اخوه؟ منو اللي حط هالفكره الحقيره براسه؟ يا سيدتي يا سيدتي حطي هذا الزاويه. لا احنا اول شيء نخلص من الحصان العود وبعدين نبتدي بالحصن الثاني. ليش الصغير ترى؟ لا لا الحصان العود اول. لا الحصان العود. انتوا هاي ها شنو هو؟ انا من قاعد احكي؟ ليش حاقرين يردوا علي؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك يبا؟ ايش فيك؟ ليش تقطعين خلوتنا؟ ليش الغلط ابوي؟ يا لا لا ما قبل الغلط. شوفي انت شمقتي مرتي، قلنا ما يخالف معذوره، لكن تدشين علينا في بيتنا وتغلطين علينا، لا والله ما نوافق. بعدين اسمعيني ترى انا مالي شغل. انت جيتي هني وقلتي ابو نوره يبيكم، قلنا لا لا راح وسع على ما يقولون حاضر يارنا ويستاهل. رحنا حق ابو نوره ايش قال؟ قال يا ابن عبد الله تقعد وياك، يقول انك انت طولتي عنده يعني، ويبي يفكر من غير شهود.
لكن بالتالي خذانا احنا انا وابو جاسم شهود على الطلاق. ويقول بعد ان اخوه بيوصل الفير وبيروح للمطار وياخذ سيده من المطار للمحكمه علشان يوثق الطلاق. لكن حذرنا قال ها اخاف ان الله سبحانه وتعالى ياخذ امانته. ترى شوفوا انت وشهود اللي هو ابو جاسم وانا. عرفت يا سيدتي هذا. ليش اسوي كذي؟ ليش؟ انا ايش سويت فيه؟ ايش سويت له؟ ليش ما قال لي فيس تو فيس؟ ليش؟ تعالي انتي ما تسالين عن بنتك. انتوا ليش ما تردون علي؟ ها. ليش ما تقولون لي ليش سويت كذي؟ لا سويت كذي يكرهك كره العمى وهذا الحرب العين، حرب العين غير ما فيها شرف. يا ابوي حطي الزاويه وين هي اللي هذا كاي كاي. اليوم وايد ناس باركوا لي. الا انت ايش دعوه؟ ما قلتي لي مبروك قرت عينك. ما نستاهل عاد. الناس اللي باركت لك ما عندها سالفة. الحمد لله والشكر. شي باركوا لك عليه؟ إنه يكون بس متخرج من أمريكا. طالع من قضية قتل نفس. إيش فيك أنت؟ إيش فيك؟ الله أكبر يا رب. الله ما طولك يا روح. بس خلاص تعودت أنا على طبعك هذا. طبعك البايخ هذا تعودت عليه. ذبحتيني. لازم تغثيني. إيش فيك؟ حتى طارق قرت عيني شلته وديته عند ناس ما يواطنهم ولا يواطنونه بس علشان ارضيك وهم بعد مو عاجبك. توديته مكان السليم على فكره. الله اكبر. اوه كان المفروض من الاول يقعد عند امه مو عند مرت ابوه. وبعدين على طاري طروق اخوه ان شاء الله لاشرف وين بيقعد؟ غرفه اخته مع اخته ولا بنفضي له غرفتنا؟ منيره ايش فيك؟ تدورين المشاكل انتي؟ علامك؟ ها خليه يطلع الولد بالسلامه بعدين يصير خير. بعدين شنو انت قاعد تصرفين عليه ولا ايجار البيت عليك؟ لا تغلط اسمها شقه مو بيت. قربي وجهك. لو بيت كان انا مستعده اشتغل وادفع معاك. من يشتغل؟ ايش تبي تشتغلي يبا؟ شنو شغل ما شغل ما يمشي الحكي. اي والله انت من غير شغل مطلعه روحي. بعد تشتغلين؟ انا ما يمشي عندي شغل ما شغل مره تشتغل. صلوا بي واحده تشتغل كان ما خذيتك. اصلا لو انا ادري بعيش هالعيشه ولا يدتي كانت تدري انك بتقعدني مع عيالك كان ما وافقت تزوجني. الله يا الله يا ربي. الهي الهي عليك انت شنو؟ شنو انت؟ الله ياخذك ان شاء الله ذبحتيني طلعتي روحي. الله ياخذك انت ان شاء الله ليش ياخذني؟ شفتي شلون دافت عنك دفاع المستبيد؟ عجبتك ها؟ لا بأس. الحقيقة فاطمة أنا عندي كلام وايد ممكن أقوله لكن هي ما أعطتني فرصة استعجلت ومشت. هالأيام أنا يا أم عبد الله الله سبحانه وتعالى مان علي ومكرمني إني أحل مشاكل وايد في البيت. ومتى تحل هالمشكلة هذه اللي تحت وتفكنا منها؟ المشكلة هذه بنت تعود عليها. تعود على صوت البقي؟ ابن الايام تعود هذا ولدنا بعد حفيد يعني امه تعود عليه انه ما يروح المدرسه. تعال يا خالد. خالد ما شاء الله عليك عرفتي من طقه الباب ان هذا ولدك خالد لا اله الا الله. عاجبك اللي يصير يمه؟ وانت عمركم سويتوا شيء عجبني. هذه مي حاله يا يمه نبي ننام وقادرين واذا الجيران سكتوا باكر بيشتكون. بعدين هذه مو بحاله إذا طلع طارق برا وصادته مشكلة، إيش بتقولين حق عبد الله؟ لا 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 تفاول على الولد، لا تفاول عليه، لا تفاول عليه، هو واعي واعي واعي. سمعوني سمعوني، أنتوا إيش عليكم من طروق الحين؟ ما عليكم منه. خلوه أناني هو ويحب نفسه، بس نطرب. إذا انهد حيله وخلص البنزين، إحنا بنتصرف وياه. خير. لا تحجي الولد، لا تحجي. عبد الله تدري ايش اللي خلاني انا اغير رايي بالنسبه حق حفيدي طارق؟ امس جاي مفتلت بقى يدعمني كان يطق بريك عرفت ان ولد واعي. ما احبش ما احبش. بتسبح وتغسل ضروسك والحب خله على جنب. ما يتسبح. بتسبح غصبا عنك. ولي سلمش خالتي. طلعي برا انت ومالك شغل، طلعي برا. طلعي برا. شوف الحين انا معاك والمفتاح كاهو بديني، بس بعد خمس دقائق بطلع برا وبتكون بروحك بالحمام، ايش رايك تسبح ولا لا؟ لا والله خوفتني. ما راح تطلع وهذا انا راح اقفل الحمام، عشان انا كلمتي اللي تمشي. وشوف
لا تخليني اطلع حرة السنين كلها اللي طافت. لازم تعرف انت وين ومع منو. ماني خايف منك. بتسبح غصبا عنك. يمه يخلصونا مره واحده ودوه الشاليه، ما نبي نشوفه. ركبوه عدل. يلا ودى الشاليه، ما ابي اشوفه هني في البيت. زين يلا خلي حرك. يلا حرك. ليش مو رايحين المدرسه؟ هات كلمك. اليوم الجمعه يا حظي. وليش مو رايحه بيتكم يا حظي؟ هذا مو بيتك. زين يا ام لسانين ونص، استمتعي في الملاهي اللي امك باجرتها لك. تصور يبا لابسه وكاشخه بروح المكتب واليوم الجمعه. هي الايام كلها تتشابه يا يبا. اي تشابه، بس تشابه صارت ممله بعد وما لها طعم. افا هذا انتم شباب وتقولون هالكلام، احنا ايش نقول؟ اقول يبا انت هواياتك كل سنه غير، مره صيد، مره قنص، والحين زراعه. انا احب الزراعه من الاول، احب الزراعه من الاول، لكن للاسف للحين ما حصلت. مغزى هذه يبا؟ اقول ترى طروق اتصل في ابوه وطلب منه يجيب له بقي مثل اللي خشته امك وباعته. زين ما دام انت يبا وهو بيه يخرب، ايش حقك قاعد تزرع الحين يعني؟ اقول يعني الحين ازرع اول النهار ويمكن يعني يطلع الزرع، تطلع الوريدات هذه الحلوه باكر بعلم الغيب. فلسفه لا باس بها. لا مو فلسفه ولا شيء، هذا شيء تعلمناه من ابهاتنا وجدادنا. واحنا يعني الجيل هذا اللي ما تعلمنا من ابهاتنا وجدادنا، هذا اللي تبي تقوله صح يبا؟ لا 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 لا، اذا ما تعلمتوا من ابهاتكم وجدانكم تعلمكم الايام يبا. هذا بدر للحين قاعد يفرش، الظاهر امي باخذها فلوس. انت شلون طرى على بالك هذا بدر؟ شلون طرى على بالك؟ تفضل اخوي، ان طلبت تقابلني برا و هذا انا قدامك، امرني. شو سلمك الله، يعني بدون مقدمات وبدون اي شيء، يعني بصراحه انا يشرفني اني اناسبك. ناسبني في منو؟ بنتك الكبيره. بس انت قبل هالمره جيت تخطب احد ثاني. انا بصراحه ما اذكر اني جيت اخطب احد. ليش انا خطبت منه؟ لا يعني حسب ما سمعت انك كنت جاي تخطب. بشار وهذا كان ترى اول مره جايك واتكلم معك في هالموضوع، واذا تبي تسال عني اسال. لا 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 والنعم فيك، انت ريال معروف وما عليك قاصر، بس انت قبل هالمره زرتنا كانت زياره تعارف سلمك الله، جيت اتعرف عليكم بس. ليش يعني كنت تعتقد اني انا جاي اخطب احد؟ حقيقه ما ادري ايش اقول لك، يعني انا الحقيقه وبصراحه انا متفاجئ، فاجئتني صراحه. وبشار واخفي عليك، انا ريال متزوج وعيالي كبار، واذا تحب تسال عني اسال، واذا في ناقصتك معلومه ترى انا مستعد اقول لك عن كل شيء. لا لا تسلم، ما تقصر، بس اعطني وقت اسال واشاور. لا خذ وقتك طال عمرك، خذ وقتك، وانا حاضر بالتامر فيه وتطلبه. انا سعيده انك تذكرتيني وطلبتيني بالاسم. انت دعسه بطاقاتك في كل مكان، فغصب طيبه تذكرك.
مشكورة حبيبتي، يعطيك العافية وحياك الله. على فكرة أنا مستعدة أساعدك، مستعدة أخدمك بدون مقابل، مجانا. ماكو أحد يخدم أحد مجانا، وخاصة توا يعرفه. يعني الصداقة مو خدمة مقابل خدمة. متصرنا صديقات، بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا أختي، أقصد دكتورة، أنت مشبهة علي مثلا؟ بصراحة أنا ارتحت لك وحاسة أني أعرفك من زمان، ومثل ما يقولون عندنا في علم النفس. أدري في علم النفس يقولون كذي، لذلك أنا جايتك علشان أبيش تشوفي لي حل معه هو شخصيا الولد. مبين عليه طفل حركي ما شاء الله، هايبر ها؟ لا هو بالحقيقة مخرب أكثر، ولد يحب الأذية، وإذا صرخ ممكن يظل نص يوم على نفس الصرخة ما يسكت. ماني عارفة شنو مشكلته، وهو رافض يروح العيادات، وحتى أبوه رافض يروح، لذلك نبي نشوف حل إذا في مجال بالإمكان حضرتك تجين ومن غير ما حد يدري، ممكن؟ أنا أعتقد أن المفترض أن نعطيه جرعة من دواء معين علشان يعني نقلل من نشاطه. لا تخليني أغير وجهة نظري فيك، بعدك ما فحصتي شلون تقررين حضرتك؟ بهذه معك حق، عيل تدرين شلون؟ المفترض اني اشوفه، يعني اقعد معاه اطول وقت ممكن علشان اكسب ثقته. ما ابي حس ولا ابي اي احد يحس، وانتي تقدرين تزورينا في اي وقت بصفتك صديقه جارتنا. الولد هذا ما ابي يضيع مثل ما ضاع اخوه. حددي اجرك وقولي لي كم بالساعه علشان اكتب لك تشيك، ولا تقولي لي اخدمك مجانا، اوكي؟ انتهت المحادثه. أنا أهلي أبي لها طبيب نفسي. شو قلت يا يبا؟ أنا موافقة يبا. ها أنت على أول كذي أنا موافقة يبا؟ يبا الأصول ما تقول كذي. الأصول تقول إنك تسكتين وأنا أستشف من صمتك موافقتك. أنا قايل شيء يضحك. يبا خلاص أنا موافقة. يبا ريال يعني غني ومن عائلة ومثقف وفاهم، لكن عود عود يا يبا أكبر منك ومتزوج ومعين. يبا على ما أظن أنت من حقك تاخذ راحتك في بيتك، وأنا بعد أبي مكان خاص لي. ها يبا يبا ترى أنا أبوك مو أخوك ولا ولدك اللي تراددين بهالحكي. يلا قومي قومي قومي، ما ابي اشوفك. قومي. على شنو ضحكت يا يبا؟ فيني ضحكه وضحكت، ممنوع ولا تحقيق؟ ها ترى هذه بنتي تكسرين هيتي قدامها، يعني بتنرفزيني. عبد الله ترى مالي خلق، خلي اليوم يعدي على خير، لا تتناجر معي. ترى إذا تناجرت معي وعليت صوتك بوصلها لأكبر راس، فاهم ولا لا؟ زين ما بيتنرفز ما بيتنرفز، علي التزامات لازم أخلصها. والله ما أدري عادي يا حبيبتي إيش كثر، أسبوع أسبوعين متى؟ هيا أنت ليش قلقة كذي؟ شنو ناقصك؟ ما أنت حواليك عرب وايد وتقدرين؟ أوكي خلاص 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 لا تعصبين. لا حول الله. زين بشوف نفسي أنا، يمكن بشوف ظروفي بعدين بكلمك. خلاص خلاص مع السلامة. كلها معصبة أنت. أوكي باي باي. حبيت أقولك أني غيرت نظام الرياضي، يعني بدال لا رح أركض الفير رح أركض العصر عشان الصبح عندي دوام. خسارة بتفقدين الفانس، أنت تدرين كلهم موظفين وقيلون الظهر. أنا حر نفسي، أنا عندي شركة وعندي اللي يديرها. My name is Sherry. Hello Sherry. هلا أبو تركي. هلا أبو تركي. أبو تركي وعلى حد علمي أم جاسم. أهلا وسهلا. أهلا. يما أحرجتيني، ما كان في داعي لهالجملة الاعتراضية. ومن كثر ما انحرجت تميت ساعة. لا والله ساعة ونص إلا أن شرفني بهذه الزيارة. اضطريت ألطف الجو. الله أكبر، ساعة ونص تلطف الجو؟ كان خليتهم ساعتين،
نص ساعة حق أبو تركي والنصف الآخر لأم جاسم ويدوبك تكفيكم بعد. يما أنت كأنك تقولين إن وقفتكم مريبة وفيها إنه. أنت متى بتسافر؟ أنت ليش تسأليني متى بسافر؟ أنت أصلاً ما كنت مقتنعة إني أنا أسافر. كنت تقولين لي عندها إخوان خلهم يسافرون معاها، أنت مجرد نسيب. هملت أشغالي وهم مجابلين أشغالهم وناسين أمهم. وكل شوي تقولين لي متى بتسافر؟ متى بتسافر؟ آه، وأنت الحين ماسك شغلك يعني؟ أنت أبوي أكيد قال لك ان الشركه عليها مخالفات وايد. يا ربي تك هذه كلارا تاخرت ما ادري متى تجي تصدق. يا مهب اللي مجنون، مجنون طالع على ابوه عبيد، مجنون هذا يخرب زرعي، يخرب زرعي. هو بيخرب زرعك، بيخرب زرعك. لا لازم الواحد يراقبه. شو تراقب فيه يا يبا؟ الله يهداك. الوقت ترى يمر وانا متضايق حيل يا يبا، وكل يوم اغرق زياده يا يبا. احاكيك انا يا يبا، انا متوهق. لا تشوفني كذي، ترى متضايق ومتوتر. متوتر ايش حلا؟ متوتر ايش حلا؟ رزقي ورزق عيالي مو لعبه يا يبا. ايش في رزقك ورزق عيالك؟ بالله لا تقعد تقلد امي، انا قاعد اكلمك وانت لاهي مع طارق. ايش اقلدها فيه؟ ها ايش اقلدها فيه؟ بالله انت ما تشوفني يا يبا انا معصب. كل ما ينفتح الباب الاقي بدر جالس هني متسمت في فيلا ما دفع فيها فلس واحد. ما تبيني اعصب يا اخي؟ هي كيف تسوي اللي تبي تسويه، بس بعد ما يصير تتجاهل مشاكلنا. هي لو مسلمتني الشركه الام كان انا ما توهقت هالوهقه. الكل يقول لو كنت انا مهندس ناجح كان هي سلمتني شركه العيله وكبرت مع هالشركه. لكن الحقيقه يا يبا ان انا شركتي صغيره، ما في امل اخذ اي مشروع. والسبه من امي. امي هي السبب يا يبا. الله يوفقك. وانت الله يهداك مخلينا نغرق ولا هي مع طارق. طرق شيطان، طرق ابن الشق. الارض طالع طا 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 رد رد رد. ويا ليت عارف يسوق. غشيم طالع على يدته غشيم، لكن انا اوريك فيه. يا طرق راح بعيد، يا طرق بعيد بعيد هناك بعيد. لا تصاب الزرع، لا تصاب الزرع. يا ذبحتني انا ازرع وتدوس وتخرب. يا لا يجي للحياه. يلا ياي تعتذر عن كلام تعني؟ ياي استسمح منك واطلب منك المغفرة. أنا ردد كلام أنا مو مقتنع منه. والله يا يما أنا ما أدري ليش أقوله. ما له أي علاقة بفشلي. ساعات أحس إن مالي شخصية كلش. أكرر كلام إخواني. واللي قعدت مع أبوي أسترسل وأقول وأزيد. وبعد دقايق أتمنى اللي قلته كله ما قلته. أنت سخية يا يمه، ورايتك بيضة معاي ومع غيري. ومن السخافة إني أنا يعني أحملك فشل أنت مو سببه. وأكيد أبوك معيدك في كل شكوى. يمه إحنا بعد لازم نشتكي له عشان ما يحس إن دوره انتهى. عيل قول اللي تبي، خلاص مسموح، تفضل قول. لا يا يمه مو مسموح. صدقين يا يمه أنا كل مرة أعيد هالموال اللي تعودنا عليه أحس إني صغير. أقول بكرة عيالي اللي كبروا بيقعدون يستنزفوني مادياً ومعنوياً مثل ما أنا أسويها الحين. خالد شو المطلوب بالضبط؟ ما في شيء يمه، دعواتك ورضاك. الحين ولا بعد شوي؟ يمه إنزين خالد أنا عندي طلب هالكبينات صغير، ممكن؟ تدلي لي الغالية. يا ريت إذا في قلبك شيء علي أنتي تقولي على طول، ولا تسوي مثل أخوانك مي وهذاك وتروحون تزنون براس أبوكم. أنت شايف الحالة وين وصل؟ وأعتقد أنت فاهم قصدي.